مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ونقطة تحول. نقطة تحول هذا اليوم نتحدث فيها عن تيارات الإصلاح الديني. في العصر الحديث ظهر الكثير من الحركات والتيارات الإصلاحية في المجال الديني، الكثير منها قوبل بالفشل أو باتجاهات سلبية، وقليل منها ما نجح في تحقيق أهدافه وأغراضه. ويسعدنا أن يكون معنا للحديث في هذا الموضوع الأستاذ الدكتور عصمت نصر، المفكر العربي والإسلامي الكبير، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعميد كلية الأداب جامعة بني سويف. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. دكتور عصمت، يعني الحديث في هذا الموضوع آني وعاجل، تقييم للحركات الدينية والاتجاهات والإصلاحات التي يحاول سواء مجموع أو أفراد التوجه بها للإصلاح الديني في المجتمعات المختلفة ومنها مصر طبعا، بيتم مقابلته بنوع من التخوفات، التحسس الشائك للأهداف اللي قد تكون معلنة ولكن هناك نوع من التخوف من غير المعلن من هذه الأهداف. رأي حضرتك في هذه التيارات، ولو بدأنا بتعرفها أولا. أولا أنا بعترض على ما نطلق عليه تيارات إصلاح ديني. نعم. ليه؟ أنا الدين عندي ثابت، ولكن الحركة الإصلاحية الدينية في أوروبا لوجود نقول ايه، خلط بين سلطة الكنيسة وسلطة الكتاب المقدس، هي اللي كانت محتاجة الى اصلاح ديني يفصل بين الكتاب المقدس بعهديه وسلطة البابوات، ولذلك جات البروتستانتية. لا يمكنني ان اقول على اي مفكر اسلامي كان يصلح ديني، لا، يصلح في الفكر الديني. نعم. الفكر دائما هو الذي يضيف أو يتصور أو يعيد تفسير أو يجنح بالنص من خلال فهمه الخاص أو من خلال تفسيره. فبالتالي أنا عندما أقيم هذه التيارات على إنها أفكار، والفكر هو الذي يقيم. أنا لا أستطيع أن أقيم الكتاب وصحيح السنة، فهذا ثابت وليس في مقدور أحد أن يعيد النقد فيه إلا عن طريق إثباته أو التحقق من ثبوته. وعليه أنا أمام اتجاهات فكرية اتخذت من النص سبيل لبناء نسق إصلاحي، فبالتالي أقول إن أنا قدام حركات إصلاحية ذات مرجعية دينية. نعم نعم. التعريف ده جميل يا دكتور عصمت، ولكن يعني الكثير من مستمعينا ومشاهدينا قد لا يدركون أهمية اللي حضرتك ذكرته، إن المصلح فكريا بخلفية دينية هو من أثق في علمه وفكره وأهدافه، هل هذا صحيح؟ وكيف يفرق الشخص العادي من المصلح فكريا وبين مدعي الإصلاح دينيا؟ نعم، دائما وأبدا عندما نتقدم إلى شغل وظيفة، نعم، أو الصعود على منبر الصفوة، أقول ما هي مؤهلاتك؟ نعم. فعندما أقول مثلا أن حسن العطار وهو إمام المجددين في العصر الحديث في مصر على وجه الدقة، نعم، ما هي خلفية حسن العطار؟ حسن العطار ملم بالعلوم الشرعية والعلوم الطبيعية والطب، وله كان له في الفلك وعلوم اللغة، بالإضافة إلى رؤية واسعة بما توصل إليه الغرب، وكان هو
حجر الزاوية أو القناة الواصلة بين النهضة المصرية التي كان يقودها إبراهيم ومحمد علي، وبين مسيو جومار المشرف على كل البعثات الفرنسية. فعندما يقول حسن العطار يقول خطابا يستحق النقد، انصت. يستحق أن أنصت إليه، نعم لا أسلم له التسليم ضد الإسلام، نعم لا أسلم إلا للكتاب وصحيح السنة، ودون ذلك يؤخذ منه ويرد. كل الفقهاء على اختلاف مدارسهم وعلى تنوع آرائهم يمكنني أن أراجع، فهم رجال ونحن رجال. الفيصل هنا فيما؟ في قدر العلم، في مدى رسوخ ذهني في العلم وتبحري في المعارف الإسلامية. جميل. والخطأ والجموح والتطرف وما نطلق عليه بالحركات التي نعاني منها الآن من قلة الاثنين، قلة العلم وقلة وعي بذلك العلم. يمكنني أن أحصل علوما، ولكن العبقرية والقدرة على فهم ذلك العلم. جميل. القرآن وصحيح السنة يؤخذان برفق، أي ذهن متفتح وقلب يعني يستطيع أن يستوعب تلك الرسالة السماوية التي تنزلت على النبي لهداية البشر. ومن هنا يمكننا وضع معايير لذلك المصلح أو ذلك المفكر الذي بالضرورة يجب أن نراجعه وننقده ونأخذ منه ونبعد عنه، أو نستعين ببعض الآراء ونكون منها نسخا جديدا. نعم، اسمح لي أستاذنا دكتور عصمت نصار، هذا الوضع لا يحتاج فقط لعالم جليل يلقي بعلمه للآخرين، ولكن يحتاج من الآخرين أيضا تفكير ناقد وثقافة واسعة، وسواء في مجال التخصص الذي يلقي فيه هذا العالم بدلوه، وهذا ما جعل المعضلة كبيرة. هايل، حضرتك أثرتي قضية غاية في الأهمية، اللي هي العلاقة بين صاحب الخطاب نعم والمتلقي، نعم ودي نظرية الاتصال والتواصل. نعم الدولة لا غر في أنها مسؤولة، أو النظام السياسي هو المسؤول الأول عما نحن فيه من اضطراب هذه العلاقة. بمعنى الأزهر هو المؤسسة الأقوى والأفضل وأكثر اعتدالا على مستوى العالم الإسلامي لتبنيها النهج الأشعري الذي يعبر عن وسطية الإسلام دون إفراط أو تفريط. هذا الأزهر كان وما زال على ما أعتقد أنه محط تقييد من قبل الدولة. محمد علي مثلا الذي ناصره الأزهريون أول ما فعل حاول تحجيم رجالات الأزهر لينفرد بالسلطة، وتبعه في ذلك معظم أبنائه أو عائلة محمد علي. فعل نفس الفعلة جمال عبد الناصر والسادات ومبارك والتيار المتأسلم، كل ذلك لأن رجالات الأزهر لديهم القدرة والعلم على توجيه الخطاب الإسلامي المعتدل للجمهور، ولديهم اللغة التي يمكن توصيل العقيدة وصحيح ما ينسب لرسول الله للبسطاء. فانتهز أولئك الذين ادعوا أن لديهم فصل الخطاب ضعف الأزهر وتقييد السلطة الحاكمة لقدراته
ونزلوا للناس في الزوايا والمساجد واحتكروا المنابر، فبالتالي طبعوا السذج والساذج، او الساذج ليس هو العبيط او الابله، لا هو الذي وجد على الفطره. سهل الاستماله نعم، لاي من التيارات الفكريه. صبغوه بصبغتهم الفكريه، ولا اقول العقديه، نعم. هم ليس لديهم فكر عقدي ينسب الى الاسلام، ولكن معظم افكارهم العقديه الجامحه مستورده من انساق اخرى. ولذلك حتى هذه اللحظه لا نحترم في العقل المضمر بداخل المثقفين الا الازهري، لانه هو العالم، وان حاول البعض اضعاف مناهجه ولكن هو العالم وهو الادق. ولكن عندما نستعرض باقي الاسماء التي يرددها العوام، الشيخ فلان، الشيخ متلوف، الشيخ معروف، من هؤلاء؟ ما هي بضاعتهم؟ كم من الكتب قرأوا؟ وما هي الأنساق التي أخرجوها أو أنتجوها أو أبدعوها لكي أقومهم أو أقيمهم؟ لا شيء. فإذا ما أردنا تقويم ما حدث، يجب الفصل التام بين السلطة السياسية الحاكمة وبين شؤون الأزهر. الأزهر منبر للدعوة ومنبر لإصلاح الفكر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بموجب استحالته إلى جامعة. حاليا لدينا الجامعة الأزهرية والكوادر بها كل التخصصات، نعم، والكوادر، نعم. فعندما نريد أن نناقش أمرا من أمور الاقتصاد، نعم، نأتي بكل علماء الاقتصاد على مختلف نوازعهم، ونأتي أيضا بذلك العالم الاقتصادي الأزهري ليقول لنا ما الذي يمكن أن يخرجنا عن ثوابت الشرع إذا ما أخذنا أو إذا ما تركنا. جميل. فحسب. المرجعية الدينية لهذه العلوم، وهم متوفرون وكثيرون و يمكن الاعتماد عليه. نعم. أستاذ الدكتور عصمت نصار، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعميد كلية الآداب جامعة بني سويف والمفكر العربي الإسلامي، لو حبينا نضرب بعض الأمثلة لتيارات فكرية وتيارات مدعي الإصلاح الديني لمشاهدينا، حضرتك بدأت بالمثل المعروف والمشهور للجميع في العصور الوسطى الأوروبية ودور الكنيسة وما حدث فيها، لو حبينا نضرب نعدد الأمثلة ليدرك الجميع دور هذه التيارات والهدف منها والفارق بينها وبين المصلحين الحقيقيين في مجال الفكر. نعم. تعددت التيارات وتنوعت بموجب الخطاب الثقافي السائد. فعندما نجد أن الثقافة المطروحة عالية الجودة، يأتي الخطاب الفلسفي في مستوى الرقي المفعم بالفكر العقدي، وعندما يهبط المستوى الثقافي نجد الخطاب الصوفي المفعم بالخرافة، وبين هذا وذاك نأتي إلى خطابات التجديد، والتجديد يحتاج إلى آلية الاجتهاد، والاجتهاد يعني معرفة وعلم وإلمام. فنجد على سبيل المثال في أخريات القرن السادس عشر الميلادي والسابع عشر، نجد الاتجاهات الصوفية مثل الوفائية والخلوتية في مصر والشام، طبعا هي أصولها مغربية، لأنه أهل المغرب قد امتحلوا الفرق الصوفية المرابطين والآخر، فهبطوا إلى مصر لكي يستزيدوا من الأزهر. فكان التصوف حينئذ يحمل الطابع العملي بمعنى إصلاح أخلاقي، وكان بعيد كل البعد عن الأمور السياسية. ولذلك رحب الأزهر وتبنى إما النهج الوفائي أو النهج الخلوتي، ونقاه من كل الشوائب،
بمعنى لا نجد جموح أو جنوح عقدي في النسق الصوفي المصري في ظل الأزهر، لم يحدث. ولكن إذا ما حاولنا النظر إلى النهج الصوفي عند العوام نجده أقل جودة، بمعنى استغل الساسة هذا التصوف في إخضاع الشعب للسياسات الظالمة من خلال الشكل وليس المضمون. نعم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم واصبر يا ابني على اللي مكروه وكل شيء بإذنه وانت هتعمل ايه، فده المقسوم لك. واستثمر الساسة هذا المنح. ولكن على الصعيد التفكيري نجد التآخي بين التصوف والعلم، فنجد حسن العطار كان خلوتيا أي صوفيا، ومعظم شيوخ الأزهر في هذه المرحلة، ولكن تعلموا الطب، تعلموا الفلك. حسن الجبرتي اللي هو أبو عبد الرحمن كان عالم رياضيات وعالم فلك وعالم كيمياء، وما كتب في كتاب عبد الرحمن الجبرتي كان نكاية فيه دون أبيه، بمعنى لما قال إن كل الأزهريين خافوا من الفرقعة التي رأوها في المجمع العلمي الذي بناه الفرنسيون، كان ليقلل من شأن الأزهريين نسبة لأبيه، ولكن كانت هناك علوم بالفعل موجودة في الثقافة المصرية، وكانت هناك العديد من دور التنوير الفعلي في بيوت الأكابر والعلماء، سواء علماء الأدب أو علماء الفلسفة أو علماء الطبيعيات والرياضيات، فكانت لدينا نهضة، وإلا كان هذا المجتمع المصري قد انهار. من الذي كان يطبب المصريين؟ بالفعل كان أطباء مصريين، حسن عطار كان طبيبا، وعطار هي نسبة لأنه كان يعالج بالأعشاب. كانت لدينا مصانع للصابون وكنا نصدر الصابون، كانت لدينا مصانع ملح وكنا نصدر الملح، كانت لدينا صباغة، كانت لدينا صناعة للكتب وتغليفها وتجليدها وصناعة للغرة، كل ذلك يؤكد أن كانت هناك نهضة علمية، ولكن لم يكن المماليك آنذاك راغبين في نهضة علمية. ولكن يحسب لعلي بيك الكبير أنه أراد أن يفعل هذه النهضة. أما مراد بيك وإبراهيم بيك اللي هم حكموا مصر إبان الحملة الفرنسية، لم يكن لهم باع في النهوض بالثقافة أو النهوض بذلك التيار الصوفي لكي يخلقوا منه نهضة. نعود ثانية إلى، ولم يشعروا به في الأصل، لأن كان معظم التركيز على الجباية والضرائب وجمع الأموال، ولم يكن هذا وجود هذا العلم أو قاداته يقفون بعائق أمام هذا الهدف. نعم، نسني من ذلك نفوس المرادية. نعم، اللي هي مرات مراد باشا. هذه المرأة كانت عبقرية، كانت صاحبة صالون، صالون بالمعنى الفرنسي المعاصر، كانت صاحبة مجلس علمي تأتي بكل العلماء يتناقشون ويتحاورون في حاضرتها، وكانت تحسن للعلماء، وكانت تستضيف العلماء من الخارج مثل حسام الهندي ليدرسون في المجالس الأدبية ويعلمون المصريين ما خفي عنهم من علوم أوروبا. هذا التيار الصوفي ظل يحافظ على الهوية الإسلامية الماتريدية الأشعرية المعتدلة ضد كل الاتجاهات المتشددة، بمعنى أن ما نطلق عليه الدعوة الوهابية حال بين تغولها في الفكر المصري الأزهر والطرق الصوفية. كل التيارات الإلحادية المادية والفكر اليهودي الدنامي والفكر
الفكر الماسوني حال بين ظهوره في القرن 18 والقرن 19 في مصر، ذلك الصرح العظيم صرح الأزهر وفكره المستنير. معظم الحركات الفكرية الإصلاحية التي خالفت ظاهر أو جمهور الأزهريين خرجت من الأزهر. رفعت طهطاوي مدرسته أزهري، وهو من مدرسة حسن العطار، حسن الطويل، الشيخ حسن الطويل أزهري، محمد عبده أزهري، مصطفى عبد الرازق، علي عبد الرازق أزهري، طه حسين أزهري، وكلهم مجددين. كلهم مجددين ولكن باختلاف مواقعهم على خريطة التجديد. فليس هناك معيارا واحدا للتجديد، لأن الفكر دائما وأبدا أميل للنقد والتعديل والتقويم. فهناك من أميل إلى اعتبارا إلى اليمين وإلى الوسط وإلى اليسار، ولكن كلهم يحترمون الثوابت واستطاعوا أن يفصلوا بين الثابت والمتغير. مشكلة الاتجاهات المعاصرة أنهم لم يحددوا فيما بينهم الثابت والمتغير، فبالتالي اختلط الحابل بالنابل ووجد ما نسمي وما نطلق عليهم المتأسلمون. نعم أستاذنا دكتور عصمت نصار مفكر العربي والإسلامي الكبير، ذكرت أن الساسة يمكنهم أن يستغلوا الدين لإخضاع الشعب لما يريدون. بالتأكيد. ماذا إذا استخدم المتأسلمون السياسة كغطاء للوصول لما يريدون؟ أنا كتبت مقال على اعتبار يعني برضو ما يريدون هو أبعد ما يكون عن الدين. رأي حضرتك. أنا كتبت مقال في موقع روز اليوسف، قلت إذا فسد الماء وجب التيمم. فسد ماء السياسة. السياسة الآن يحكمها منطق المنفعة، المنطق البراجماتي، فن الممكن، والممكن في ظل فساد الأخلاق وانزواء الدين إما في الكنائس في أوروبا أو في الجوامع وعلى أرفف الكتب في العالم الإسلامي، هذا فساد. إذن يجب علي ألا أقترب من هذا الماء الدنس وأتيمم. أتيمم كيف؟ أن أجعل العلاقة بين الدين والسياسة علاقة تجاور، بمعنى أترك الساسة للسياسيين ولكن أقف موقف الناقد المراقب، بمعنى أقول يا اتجاه يا ليبرالي، أنا أقبل منك حرية الفرد ومراقبة الدولة على المرافق وحرية التعليم وحرية الإبداع شريطة، ألا تحرم حلالا ولا تحلل حراما، حراما بالقطع وليس حراما بالشبهة. نعم. يعني عندما أجد من أجهزة الإعلام ثقافة عري، أقول ليس هذا بإبداع، حفاظا على قوام المجتمع والهوية الدينية للعقل الجمعي. يعتقد بعض السذج أن المسيحية إباحية، بالعكس، الأرثوذكسية المصرية أكثر تشددا من الكاثوليكية والبروتستانتية. الأرثوذكسية، الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أكثر محافظة وأقرب إذا ما قسناها بالسلفية، بمعنى أنهم شديدي التمسك بالقيم والمبادئ التي وردت في وصايا المسيح ومن قبلها وصايا موسى، بمعنى أنهم متحفظين في الأخلاقيات، فلا يقبلون العري ولا يقبلون الألفاظ الخارجة ولا الفحش، ولا يقول أحد أن هذا تدخل من المتدينين
في امور الثقافه والابداع العلمانية كما والاخر. يقولون. نعم. لا، هذا ضابط. عندما اجد ان الساسه يبيعون البلاد او يظلمون العباد او يلعبون بمصطلح العداله او يستاثرون بخير البلاد لانفسهم، يتدخل يقول اعدل، لدينا قاعده تقول لك اعدل ويجب علي ان انادي بالعدل والا اخلعك. هنا الدعوه من فوق منبر الدين لخلع هذا الحاكم، ولكن لا اقول انصب هذا الحاكم لانه يصلي، او انصب هذا الحاكم لانه دخل الاتحاديه بسجاده. لا، الاسلام يبيح ان انصب حاكم فاسق ان كان عالما واقدر من غيره على امور السياسه، وان كانت شروط الامامه العلم والتقوى والاخر، ولكن تقديم العلم على التقوى، فالعلم ينفع به الاخر، اما التقوى لا ينفع بها الا نفسه. فعندما اقدم التقوى على العلم في امور الحكم اتي ببهلول الذي لا حيلة له سوى الصلاة والصوم والحج والتبتل وأجعله حاكما، هذا ضد الشرع تماما. طبيب رسول الله كان مجوسيا، كان يقول له لا تداويني فأنت مجوسي نهائيا، وده عظمة الإسلام. معظم الأوقات التي ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية كان ولاة الوزارات إذا جاز التعبير، أو اللي بنسميها الدواوين، كانوا من غير المسلمين، ودي عظمة الإسلام كما أقول. فعلاقة الدين بالدولة أو الدين بالسياسة علاقة تجاور، أي لا يجور أحد من الطرفين على الآخر، لا أتنازل عن مشخصاتي الإسلامية باسم السياسة، ولا أقحم الثوابت العقدية في أمور السياسة التي لم يرد فيها نص صريح قطع الثبوت قطع الدلالة. دون ذلك أنت حر، لا كتاباً ولا أدرى سنة الحقيقة، أنتم أدرى بشؤون دنياكم. نعم. ولكن عندما آتي بنص صريح يقول إن هذا حرام، على رجال السياسة أن يحترموا هذا هذا الخط الأحمر. ومعظم الذين يخدعون العوام يتحدثون عن تطبيق الشريعة الإسلامية. نعم. ما المقصود بتطبيق الشريعة الإسلامية؟ هل الشريعة الإسلامية هي الحدود؟ اسمح لي أستاذنا الكبير الدكتور عصمت نصار، سأرجئ هذه النقطة لأننا سنتحدث فيها مؤكد عند الحديث عن الحالة التي تعيشها مصر الآن. نعم. حضرتك ذكرت أن مصر بوسطيتها الأزهرية والصوفية كانت مقاومة لأي حركات أو تيارات دينية مثل الوهابية كما ذكرت، أو تيارات جامعية كمان. نعم. بكافة أشكالها. نعم. فكيف حدث ما حدث، ومن أين أتى هذا التيار المتأسلم بهذه المساحة الشاسعة من الجمهور على أرض مصر؟ أعتقد أن هناك ثلاثة أسباب. أولها ضيق الأرزاق. هذا الرجل الأزهري الذي لا حيلة له إلا راتبه في قضاء عيشه، يذهب إلى الخليج أو يحاول الترزق من خلال مهنته إمام مسجد أو مقيم شعائر، فبالتالي انظهرت المساجد او انتشرت المساجد ذات الطابع الخاص زي بيقولوا، او التي يملكها افراد. فيجي الحاكم يقول يا ناس يا بتوع الاوقاف، الأئمة ما يتكلموش في عملية التوريث. فتنزل نشرة لكل المساجد، يا اخوانا ما تكلموش في عملية التوريث، ولا ليكم دعوة
بعملية العولمة، ولا ليكوا دعوة بعلاقاتنا بأمريكا ولا بعلاقاتنا بالغرب، ودي محاذير. توجه سياسي بحت. جميل جدا. يبقى أنا هنا حولت عالم الدين إلى موظف، والموظف علشان ياخد راتبه وياكل لقمة عيشه ويروح يلتزم لأولاده بالأمر. بما يقوتهم، يجب أن يلتزم بسياسة الدولة. تعالي بقى المفكر العادي أو العامي يقول لك يا راجل لا، ده الإمام ده بتاع الدولة، أنا ما انصتلوش. يجي واحد تاني من الذين أخذوا الرقائق من العلم يمشي في عكس الاتجاه، يضرب في الدولة ويشتم في الأوضاع التي لا يرضى عنها العوام، فبالتالي يبقى صاحب خطاب يميل له العوام، يقول لك الله أكبر، واستغلوا ما يسمى بالخلاف الطائفي. وأعلم العديد من اللي بنسميهم مشايخ كانوا بيلعبوا على هذا الوتر. أي واحد علشان يبقى ليه زباين كتير في المسجد يقول كلمتين كده ثلاثة، ولا سيما في الأقاليم، يقول لك والناس إخواننا البعض بتوع الصليب. الله، ده الراجل ده بيتكلم كلام حلو أهو. وإخواننا بتوع السياسة، الأخت مش عارف مين، وسيدة مصر الأولى وسيدة مصر الثانية، يقول لك الله أكبر، الراجل ده حلو، مش لاقيين ناكل، يجد هوى لدى العامة لأنه بيمس الأمور التي تحظر على المشايخ أو الشيوخ الذين يجب عليهم نقد الدولة لصالح العوام، لصالح العامة، لصالح الجمهور. أنت وظيفتك إيه؟ وظيفتك إن أنت مصلح، فالإصلاح على الكل. مفيش حاجة اسمها أنا بأقوم الأفراد ولا أقوم السياسة، أقومها استنادا العلامة على درء المفاسد وجلب المصالح. طيب، هم يبررونها أيضا بهذا المبدأ، ولكن بضيق الأرزاق زي ما حضرتك بالتأكيد. تفضل. النوع الثاني عالم بالفعل، ضاقت الأرزاق به، ذهب إلى الإمارات أو إلى السعودية وإلى آخره، انتفع أولئك بعلمه وأصبح الأظهر خاليا من مثل هؤلاء. طيب، الباقي المتبقي لم يتعلم على شيوخ كبار وعلماء، لم يستطع قول الحق في ظل التلويح بالعصا والجزرة من قبل السلطة، يبقى التقوقع. وهذا يؤكد أن خلو الفضاء أو السماء الثقافية من عمالقة الفكر الديني من التهميش. لدينا العديد من العلماء تقوقعوا. لماذا؟ أجهزة الإعلام تلقي الضوء على من أو على من الرائج، من يسعى إليها، من يسعى إليها. نعم. وبالتالي شيخ فلان طلع في التلفزيون ده زي الفل، بغض النظر عن بضاعته أو علمه. الشيخ علان بيجي يقول كلام حلو ده مع الدولة، يقول لهم يا قناة فلان هاتوا الشيخ فلان لأنه بيقول كلام حلو قوي في السكة دي، وما تجيبوش الشيخ فلان علشان كذا. بدأنا نلعب بالمنابر التثقيفية أو الإصلاحية الدينية. يظهر على الجانب الآخر الاتجاهات مدفوعة الأجر، بمعنى هناك الماسونية العالمية. والكلام دوت لما كنت بقوله كان بعض الناس بتسخر مني، يقول لي انت مؤمن بنظرية المؤامرة ومتغلبة عليك. الماسونية لن تغفل عن مصر خاصة والعالم الإسلامي بعامة. منذ عام 1453 أدرك الغرب أن فساد الفكر الإسلامي وإفساده يجب أن يكون على يد معتنقين.
اي ضرب الاسلام من الداخل، واستهدفوا الشباب، وكانت آليتهم أصحاب المنابر الدينية، يفسدون أصحاب المنابر الدينية أو يصطنعون صاحب منبر ديني أو صاحب منبر ليبرالي أو اشتراكي أو الآخر، ولكن يصطنع مجموعة من الشباب حوله لضرب الدين من الداخل. بقى عندنا عبرة شيطان، بقى عندنا ثقافة ما نطلق عليه الإيموز، الإباحيون، الاشتراكيون الثوريون، الماركسيون، الليبراليون، وكل ده خلي بالك كل ده بناخد أسوأ ما فيه، لأن احنا مقلدين، والمقلد دائما وأبدا بياخد القشور، فنقلد ونقلد. على الجانب الآخر ونبدع في التفاهات والقشور طبعا، وندافع عنها للأسف، وحرية الإبداع، يا راجل ده فن، واسترشد بالفاسد من المطروح في أوروبا، وعلى إن الأوروبا دول أوروبا آلهة، وإن أنا يجب أن أطيع ذلك الإله أو ذلك النموذج. على المنحى الآخر اللي هو بقى الجامد يقول لك وله طياراته. شفت الليبراليين الفسدة، نعم، الفسقة، المتخلفين الذين يعادون الإسلام، يحاربون الله، أولئك هم الطاغوت. احنا شفنا بعض الخطابات من بعض المتأسلمين بي 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 بيستدعي خطابات فاسدة، يقول لك دول مش عارف ايه، صحرة فرعون. طب صحرة فرعون مؤمنين؟ يعني هو لو فهم الخطاب اللي بيقوله دول الإعلاميين دول يا دكتور عسكر. لا يعني الحقيقة احنا اللي وصلنا بهذا القول الحقيقة للأسف يعني. وهو قول يعني صادق كاذب في حد ذاته. لا لا، زي ما حضرتك ذكرت سحرة فرعون مؤمنين آمنوا وماتوا أيوة مؤمنين. الله، نعم، لكن شوفي الأثر. هو بيستدعي له هنا فرعون الذي تجبر على موسى، وكأن دعوته هي دعوة الدين ودعوة الإصلاح، وكل من يعاديها أو يخالفها هو في كفة الكفر. طيب نأتي إلى بعض من أطلقوا على نفسهم سلفيين، يقول لك عقل إيه اللي بيكلموا عنه ده، يا ناس إحنا مالناش غير النص. طب ماشي، هو النص ده ربنا بعته لمين؟ كلمة عقل وكلمة علم وكلمة تفكير وكلمة تدبير وردت في القرآن قرابة تلت ألفاظه، وشغلت أكثر من 45% من عدد آياته. إذن هذا القرآن أو هذه الشريعة لا يمكن تطبيقها إلا مع العقلاء وعلى الوعاة. وبالتالي هل يمكنني أن أقول أو أن أحاسب الطفل الذي لم يبلغ بعد؟ لا. هل أستطيع أن أحاسب الجاهل؟ لا. هل أستطيع أن أحاسب المجنون؟ لا. إذن من أحاسبه؟ المسؤول. طب من هو المسؤول؟ العاقل المفكر. وعليه لا يمكنني أن أطبق الشريعة أو أوصل الخطاب الشرعي إلا للعقلاء. ولكن الذين أطلقوا على نفسهم سلفيين يقول لك لا 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 لا، دول العقليين بقى بتوع الفلسفة ولا عياذ بالله الكفر الملحدين، ويجيب أي نمط يقول لك مثلا طب هات العاقل كده يقول ليه إحنا بنمسح على الجزمة من فوق وما نمسحش عليها من تحت، وهات لي بقى يا سيدي حد عاقل يقول. اقول له عقلا، لانه كان الخف من تحت، هو كانوا بيمشوا على رمله، فالرمله كل شويه بتنظف الحذاء من تحت، فانا لما عاوز اطمئن على نظافته هبص كده عليه، لو لقيته في نجاسه هحكها في الرمله، اما اللي فوق اعمله بايدي. ها بقى عقل اهو، وهو ايه والناس الله اكبر. طبعا الدقن والقعدة والطرحة اللي بيلبسها. أستاذ دكتور عزمة نصار، حضرتك رسمت لنا صورة
مش عايزة أقول محبطة، ولكن هي الواقع الذي نعيشه، ما بين تيارات ماسونية كما ذكرت حضرتك، وتيارات متأسلمة، منها من له جذور ثابتة في أرض مصر كالمتصوفة والسلفية، والتيار الأخير المتأسلم لجماعة الإخوان اسمح لي المجرمين. مصر أصبحت، ولن أنسى عايز أقول إيه، الجهة الأكثر سلبية، أطفال، نساء غير عاقلين، وشباب ولكن غير متعقل وغير مفكر وغير ناقد، وده جمهور المصري منتشر فيه الجهل، الانقياد، عدم التفكير، عدم التفكير الناقد الموضوعي لكل ما يتلقى. أين مصر من كل هذا؟ والله أنا شايف أن أنا يعني أنا أسفة، أنا عارفة أن أنا حضرتك حاولت تشخص وتضع الأمور في مواضعها، ولكن هذه هي الصورة التي اتضحت أمامي. الأزهر أصبحت يعني مغيب تقريبا، غير موجود في هذه الصورة. أنا على الرغم من اللي حضرتك قلتيه، طبعا الصورة طبعا كانت قاتمة، ولكن أنا متفائل جدا. أنا متفائل جدا. ليه؟ أول خطوات الشفاء من أي مرض تحديد الإيه؟ المرض. المرض نفسه. نعم، التشخيص. أنا كنت بعاني من عدم وجود وعي لدى الشباب. 30 سنة لمهمل الشباب. تفكري شاب مهمل أو قطاع مهمل. مهمل اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا، وسابه يعمل زي ما هو عاوز. اللي عاوز يتبنى الإباحية يتبنى، عاوز ينضم للجماعات ينضم، عاوز ينضم للخلايا الماسونية اللي في شكل بقى حقوق انسان وفريدم هاوس ومش عارف ايه والكلام ده كله، كل ده هجس. انضم يا سيدي واعمل، وستة ابريل ومش عارف وسبعة مايو، كل ده هجس، وكل ده ليس له مبرر، وكل ده لا تطيق البنية الثقافية المصرية. معظم اللي دخلوا هذه الجماعات أو هذه الجمعيات نصفهم مغيب. مغيب إما بالمخدرات أو بالأفكار الفاسدة. فلا ألوم، أو بالجهل. نعم نعم، لا ألوم السذج العوام عندما يذهبون إلى الجمعية الشرعية أو مقر من مقرات جماعة الإخوان المسلمين ويقولوا إحنا معاكم. ليه؟ كل أول شهر بيدوا للأرمل 168 جنيه وبيكسوها، يقول لها البسي الحجاب. الجمعية الشرعية تلبسها النقاب وتصرف عليها في وقت الأزمات. بيجيبوا الكفن للموتى. بيرعوا الأيامة. طب أنت فين يا دولة؟ عملت إيه؟ لحد دلوقتي بتديني 68 جنيه ولا بتديني 100 جنيه؟ 100 جنيه ايه دول؟ هعمل بيهم ايه؟ لكن لا، دي بترعاهم مع لقمة العيش، قال الله وقال الرسول من منحى أدرهم بي. فبالتالي ما دمت انت اللي بوكلني انا بتاعك. والدولة دي، الدولة دي كافرة بالفعل، كفرتني. اولاد الشوارع معظم كانت المظاهرات بما في ذلك رابعة العدوية والاتحادية والمظاهرات اللي كانت بتطوف في الشوارع، ابناء من ابناء الشوارع لا عمرهم لا صلوا ولا صاموا، لكن معانا انا عاوز احشد وخد فلوس. معظم اللي حرك الشارع الفلوس، ده مين المسؤول عنه؟ انت كنظام، ما انت مجوعني، لكن ده بيديني انا. ايه اللي هيمنعني من ان انا انزل الف؟ انت عاوز نقول ايه يا عم؟ ده حتى الالترس بطبلة كبيرة وقعدوا يزفوا. عمرك شفتي واحد يقول مورسي مورسي الله أكبر؟ هي أصلا كانت عادل إمام. نعم. لو انت خدتي هو في الانتخابات. نعم. ايه ده؟ ايه التبذل ده؟ هاتي كده حد من الألترس قول له انت بتقول ايه؟ ولا انت عايز ايه؟ هو ملوش دعوة، هو علشان
بيحب هادي خشبة وبيحب محمد أبو تريكة، أصبح منساق بلا تفكير، قال له لا ده دول خاصة الاثنين أن دول حبايبي، الإطار ديني وهي الشعرة هو ملوش دعوة التي بدي خالص، يتلمسها الجميع. ملوش دعوة بدي، خلينا هو ليه نقول دعوة، أنا عدد بحبك كبير، وهمشي زي ما أنت عاوز. عدد كبير، ما نقدرش نقول أن كل اللي كانوا موجودين معتمدين على الحافز المادي فقط يا لا دكتور. نيجي بقى الفراغ الايه، نعم، احنا قلنا، وده احنا قلنا الأهم، اكتر من حاجه، وده الأهم. احنا قلنا هنا عمليه العوز، نعم اجي بقى الفراغ الثقافي. نعم الفراغ الثقافي يقول له انت تعرف حاجه عن الليبراليه؟ يقول له لا، يقول له انا فاهمك الليبراليه يعني، ويبتدي يديله الجانب الهش من الليبراليه، يقول له انت حر. حضرتك تابعت المؤتمر الأخير لوزير الثقافة انهي وزير ثقافه؟ محمد صابر عرب، اه ومنصة التي وضع عليها المفروض ان احنا بنحط عليها قمة الثقافة في مصر. انا حسيت ان احنا بنحط يعني يا اما اخوان، يا اما فن سينمائي، يا اما شاعر، يا اما، مع احترامي التام لجميع من جلس على هذه المنصة ومنهم نماذج ظلمت وكنا كلنا بالقلب والعقل معاها، ولكن هل هو ده المشهد الثقافي اللي نصدره عن مصر في الوقت الحالي كويس. كبديل للإخوان؟ كويس. ما احنا كده كمان بنضرب شبابنا في مقتل، احنا بنقول لشبابنا لا دين ولا ثقافة. ما احنا اتفقنا انه العالم، ما هو ليهم حق انه الشباب في العالم الشارع يسعى اليه ولا يخرجوا يسعى الى ويقولوا احد. يا دكتور، هقول يعني لحضرتك، العالم لا يسعى الى احد ولكن يسعى اليه، نعم، فبالتالي هو وزير الثقافه معذور. مين الوقت اللي على الساحه؟ زي بالظبط لما انا اكون مدرب فاشل، او مدرب لم اتعرف على كل ابعاد فريقي، ومسكت مثلا الاهلي، مين اللي معروف في الاهلي؟ تخيلي كده لو جه مدرب وشال ابو تريكه، ما نزلوش. ثقافة السهل والمتاح ده وعدم المشهور وده السعي اللي موجود. للنماذج الجميلة. هاتي مخرج عاوز يطلع فيلم ويضرب ويقول ويطقطق ويوزع ويعمل الدنيا، لازم يجيب ثلاثة أربعة من المشهورين، حتى لو كانوا ساقطين، لكن ده بيقول لك اللي بيرضي الإيه؟ الجمهور. اسمح وده لي أستاذنا دكتور اتفضل. عصمت نصار، أنا أسفة، الوقت قارب على الانتهاء، قدامنا دقيقتين. كمفكر عربي إسلامي، كيف نغير؟ البدائل متاحة وكثيرة، ولكننا لا نبحث عن البديل الجيد الذي نضعه في واجهة شبابنا ونقول له هو ده النموذج. احنا، انا حاسة ان الشباب يعني حائر ومغيب ومحدش بيمد له ايديه، واللي بيمد ايده بيمد ايده بنماذج غلط. هقول لحضرتك، بالنسبة لما نطلق عليه تقويم الفكر الديني، نعم، يجب أن يعتلي الأزهر مكانته ويقوم ذاته بذاته، يحصل في عملية غربلة من الداخل، وينصب على رؤوس الكليات الأقوم والأفضل علما والأشجع، وتزول تماما أصحاب الأيدي المرتعشة. شيخ الأزهر ما قدرش يحسم القضية إلا بعد لما ما اتنورت له 100,000 لمبة احسم متذبذب. لا، مثل أولئك الناس، على الرغم من أن الراجل صالح والآخر، بس لا، أنا عاوز واحد يحسم لي أنا في لجة. يبقى لازم الأزهر يعود من جديد أن يقوم ذاته بذاته، ويعتلي وحده كرسي تقويم الثقافة العقدية في مصر والعالم الإسلامي، وهو أهلا لها. اتنين، لازم تعود ثانية التربية القومية والتربية الوطنية في المناهج التعليمية، وتكون مواد أساسية، ونحط ليها أعلى الدرجات عشان أربي وعي وثقافة الطالب. يجب أن أراعي الشباب، وتبقى في منظومة ثقافية ورياضية واجتماعية داخل ما نطلق عليه مراكز الشباب، وتبقى تحت رعاية الدولة،
ولو صرفنا عليها مليارات، فانا هنا بصرف على مين؟ على اللبنة اللي بتحفظ لي كيان الدولة. كلنا، كل الجيل اللي انا منه والجيل اللي قبلي، احنا رايحين. مين اللي هي مين اللي انا سايب مين يحمل مصر؟ الشباب. الشباب ده انا ما رأيتوش. ده ستر ربنا ان البقية المتبقية هم اللي فاهمين دلوقتي، هم اللي انقذونا، هم اللي قدروا ينصتوا لبعض صوت العقلاء وياخدوا منهم الارشاد ويعملوا ما عملوه. احنا كنا داخلين لنفق، ونفق لا نعرف له قرار. فبالتالي يجب تكريس كل طاقات الدولة، رعاية اجتماعية ورعاية ثقافية ورعاية صحية لذلك الشعب المطحون، متمثل في شبابه. المرأة مثلا، المرأة كانت مفاجأة، مفاجأة أذهلت كل المعدلات التنموية في العالم. يعني الغرب تملي بيشتغل بالورقة والقلم. أنا عنده بيانات قوية جدا عن المسح الاجتماعي والأنثروبيولوجي المصري. فوجئ بأن المرأة بتحرك الشارع، بتنزل، والمرأة دي مش المرأة اللي هي غير مترددة وغير مهتزة الفكر واليد كالنماذج اللي بنشوفها دلوقتي في الجهات التنفيذية، واللي بيطلق عليها مرحلة انتقالية، وهي أهم المراحل اللي بتمر فيها مصر، اللي هيقدر يقعد ويدي فيها بدون خوف، بدون شك، بدون بعدم ثقة، يبقى يتهيألي يفضل يسيب الكرسي للي يقدر يلتزم ويثق في قدراته ويثق في شعبه، عشان الثقة بتبقى متبادلة. بالتأكيد. أستاذنا الدكتور عصمت نصار، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعميد كلية الأداب جامعة بني سويف، شرفت بوجود حضرتك معايا. أشكرك يا فندم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا ونقطة تحول. شكرا لكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.